بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة تغطيتنا لقضية تشاد، مأساة تشاد كجزء من التدخلات، استمرار لملف التدخلات الخارجية للنظام السابق في شؤون الدول والأمم والجماعات الأخرى. تحدثنا عن مقدمات مأساة تشاد التي راح ضحيتها من 8000 إلى 10000 ليبي دفنوا في صحراء تشاد، ووصلنا إلى أن قوات ليبيا دعمت قوات وداي واستطاعت أن توصل إلى احتلال تشاد وأن يصبح احتلال قصدي إن جميلة وأن يصبح رئيسا لتشاد كأول رئيس. وفجأة بعد هذا الدعم العسكري من النظام الليبي لوداي في 6 يناير في 6/1/1981 أعلن عن وحدة بين ليبيا وتشاد من طرف واحد، من طرف معمر القذافي. ليبيا أعلنت أن هناك وحدة، أنت عندك قوات محتلة دولة أخرى وتعلن الوحدة بينها وبين تلك الدولة، واعتبرته منظمة الدول الأفريقية ودول كثيرة في العالم ودول عربية وغير عربية، والتشاديين أيضا أهم عنصر في هذا الأمر، اعتبروها ضم واستيلاء على وطنهم بالقوة وليست مجرد وحدة. رفض الجميع هذا الإعلان وأحرج كوكوني وداي، يعني وشكوا أن هذا دفع مسبق، يعني أن اندعمك وتوصل لرئيس تصبح رئيس تشاد على أن نضم تشاد بأكملها إلى ليبيا. اضطر الرجل أن يعلن، كان في باريس في تلك الفترة، يعلن أنه هو على غير علم بهذا الاتفاق ولا يوافق على الوحدة بين ليبيا وتشاد، وبل ويطلب من القوات المسلحة الليبية لساعدته ووصلاته لأن يصبح رئيس تشاد أن تخرج من تشاد. ماذا كان رد فعل النظام الليبي؟ وللأسف الشديد كان رد فعل خاطئ جدا، انفعالي غير مدروس، وهو الانسحاب. لما شاف العالم كله كيف وانت تضم تشاد وتسلك تشاد، عاطفيا قال هيا سيدي بيثبت لهم انه ما بيش يستولي على تشاد. ما الذي احدث هذا الانسحاب المفاجئ؟ في خلال 2 أو 3 أسابيع انسحبت القوات الليبية كلها من أنجمين. ماذا كان نتيجة هذا الانسحاب؟ حدوث فراغ قتالي عسكري، القوة هذه اللي خرجت اللي دعمت وداي خرجت، استطاع هبري حسين هبري العدو اللدود لمعمر القذافي والرجل الذي وراء كل المذابح التي ستحدث للليبيين، هو من وراء هذا الرجل حسين هبري، طبعا دفاعا هو بالنسبة له بطولة ودفاعا عن وطنه وتحرير لأرضه، بالنسبة لنا احنا مذابح وقتال وخسائر. انتصر حسين هبري، استغل هذه الفرصة خروج القوات التي دعمت خصمه وداي واحتل إنجمينة، وأصبح حسين هبري منذ ذلك الوقت رئيس لتشاد ولم يتزحزح كرئيس لتشاد إلى أن جاء إدريس دبي اللي توا موجود في رئيسا لتشاد. إذن انسحبت ليبيا ودخل هبري إلى العاصمة. متى دخل؟ في 7 يونيو 7/6/1982. كانت أولوياته إخراج ليبيا من أوزو، من أوزو من تشاد بصفة عامة. كما ذكرنا جميع ما حدث الليبيين كان بسبب هذه الحركة. زاد التصادم، زاد الصراع ضد هبري وحشد قوات ليبية وما إليه، بيحتلوا مدن وبيحتلوا مناطق أخرى من تشاد وبيطلعوا هبري، فاستنجد بفرنسا، فقررت فرنسا أنها تقسم تشاد إلى جزئين، جزء عند خط عرض 16، جنوب هذا الخط، شمال هذا الخط في القوات الليبية وجنوبه فيه قوات تشادية وممنوع الاجتياز، يعني أعلنت فرنسا أن من يجتاز هذا الخط سيقصف بالطائرات الفرنسية، أي تجاوز لهذا الخط ستضرب فرنسا بني. وبقت الحالة إلى ما هي عليه إلى أن حدث في أبريل 1984، في شهر 4/1984 اجتمع فرانسوا ميتران رئيس فرنسا بمعمر القذافي في جزيرة كريت باليونان، اجتمعوا وقرروا الآتي، اتفقوا على الآتي، أن تنسحب القوات الليبية وأن تنسحب القوات الفرنسية. وافق الطرفان، انسحبت فرنسا
انسحبت فعلا القوات الفرنسية في 1984، خرجت حسب الاتفاق، لم تنسحب القوات الليبية، وبقى تقريبا 600 جندي، مما سبب أزمة سياسية خطيرة جدا بين ليبيا وفرنسا. من هو ضحيتها؟ ضحيتها الجندي الليبي في الميدان. يعني أنك أنت تعادي تخالف هذا الاتفاق، استفزت فرنسا وبدأت تتدخل بقوة أكبر في تشاد، وتدعم الطرف الثاني دعم لا حدود له بالمعلومات وبالأسلحة وبالطائرات. حدثت قضية هنا غبية جدا، عنصرية غير مقبولة، وهو أن النظام الليبي عشان يثبت لفرنسا أنه انسحب، فبدأ يجمع في الأخوة ذوي البشرة السمراء، ذوي البشرة السمراء، وفي عنصرية يعني غريبة جدا، وحطهم في تشاد على أساس أن الإخوة من تشاد بشرتهم سمراء، وهذوم جنود، يقول أن هذوم جنود مش ليبيين هؤلاء تشاديين. طبعا حركة عنصرية مقتوتة ممقوتة غير مقبولة، وغباء منقطع النظير. والأقمار الصناعية الأمريكية بالذات الأمريكية ورصدت وجود القوات الليبية في تشاد، وورتهم وزير الخارجية الفرنسي، أثبتت له أن القوات الليبية لم تنسحب، وهينت فرنسا وهينت متران، وعلى الهواء وزير خارجية فرنسا يهين فيه، وزير خارجية أمريكا يضحك عليه يسخر منه على الهواء في إحدى الفضائيات في أمريكا، شفتها بعيني، أن ضحك عليكم أم عمر. استفزت فرنسا طبعا، ومتران يعني اعتبرها إهانة، اتفق رؤساء الدول ثم أنك أنت دي روحك تخدع فيها هني، مما سبب مرة أخرى دخول فرنسا في هذه القضية بثقل أكبر، وكان ضحية الوحيد المواطن الليبي. إذن من إعلان الوحدة، من التصادم مع رؤساء الدول، دائما كان يدفع ثمنه ثمن المواطن الليبي. غيرت القوات التشادية، غيرت القوات طبعا لما دخلت فرنسا فيها في معلومات أو فيها تكتيكات واستراتيجيات، غيرت، قالت بدل ما تقعد مجموعة قابل مجموعة أو كتيبة قابل كتيبة أو سرية قابل سرية من الليبيين، ولا لا غيرت لهم. والدبابات الليبية يعني الوحدة ثقلها أطنان، مئات الأطنان الدبابة في الصحراء وما إليه، أوجدت لهم تكتيك أن ترى استخدام السيارات التويوتا اللي عليها مدافع 106 مليمتر، والتي فعلا كانت سبب رئيسي جدا تغيير هذه الاستراتيجيات والتكتيكات القتالية في ذبح آلاف الليبيين. سنتحدث عن هذا الموضوع ربما في حلقة أخرى. كان على التويوتا بيك أب، سيارة التويوتا اللي استخدموها التشاديين، بدل ما يمشوا قوات وحرب تقليدية، أخذوا السيارة التويوتا حطوا عليها مثلا مدافع 106، مدافع رشاشة، قذيفات مضادة للدبابات، عربات هني. في بداية فبراير 1986، فبراير شهر 2، في بداية شهر 2 1986، تجاوزت القوات الليبية وقوات وداي خط الأرض 16 بقوات اسمها قوات البركان وقوات وداي وقوات الليبية، واتسعت رقعة الخلاف بين معمر ووداي، اتسعت الخلاف. اصطدم وداي بمعمر مرة أخرى، اصطدم معه في قضية الوحدة التي أعلنت فجأة، حلت بينهم المشاكل، اصطدموا مرة ثانية على اعتبار أن وداي الآتي، أما أنه أحس أن هبري سينتصر أو أن تدخل فرنسا سيجعل كفة هبري تفوز، أو أدرك حجم الدعم الفرنسي القادم أو الغربي لتشاد، أو أن ليبيا تريد أن تستبدل بحليف آخر. كان هناك محاولات من معمر باستبداد تنحاية وداي نهائيا، وحط واحد اسمه الشيخ عمر بدل من وداي. لكل هذه الأسباب وربما أيضا وداي شعر بالتدخل الأجنبي الليبي ويريد أن يحقن دماء أبناء وطنه، يعني ربما ضميره استيقظ يقول لك أنا كل ما حط يدي في يد معمر تصير لنا مصيبة في إتشاد وتزداد سفك الدماء. ربما الرجل استيقظ ضميره، ربما أدرك، ربما مرة ثانية ربما فرنسا سترجح كفة هبري. المهم بعد كل، ربما شعر أيضا كشيء شخصي أن القذافي ببدل بمن شخصية قيادية تشادية أخرى اللي هو يسمى الشيخ عمر أو ابن عمر. لكل هذه الأسباب عرض وداي الصلح مع من؟ مع هبري. عرض الصلح مع هبري، وداي عنده قوات كبيرة جدا وقواته مختلطة بالقوات الليبية،
وقوات رهيبة يعني لو انضمت إلى هبري أنساه موضوع أن ليبيا تنتصر أو تستولى على تشاد أو تسترجع أوزو أو تشاد. إذن لما أعلن وداي نيته الصلح مع حسين هبري خصمه الشديد، خصمه اللدود ولا لا، ليس عدو، خصم تشادي ولا لا، اعتبر معمر القذافي أن هذه خيانة له. كان وداي في طرابلس في تلك الفترة التي أعلن فيها وداي نيته في الصلح مع هبري، كان في طرابلس. فهناك عدة روايات، تعرض الرجل للاغتيال، موكب وداي وحراسة تشاديين تعرض لعملية اغتيال من قبل من؟ من قبل الشيخ عمر أو أحمد أصيل، أو أحمد أصيل اللي بيحط القذافي في مكان عمر وداي. هذه رواية. الرواية الأخرى أن ليبيين يبي يقتلوه يقتلوه في مكانه، ليس في موكب لكن في مكان، وهكذا. المهم جميع الروايات تؤكد أن وداي تعرض لمحاولة اغتيال، وأن بعض حراسه قتلوا، وأن بعض الليبيين أيضا من الحراس قتلوا بذلك التصادم. عندها أعلن وداي لقواته، أرسل لهم بطريقته ولا لا، أن ينضموا إلى قوات هبري، أن ينصلحوا عن الليبيين وأن ينضموا إلى هبري. وهذا خطأ استراتيجي قاتل آخر قام به معمر القذافي. هذا الرجل عندك ومعاك وقوتك وكذا، يعني دائما ردود فعل النظام السابق وشبه ردود فعل شخصية، تقولي تعفلق يدير قراري، تعفلق يدير قرار، وكل قرار يتخذه يحدث على الميدان القتالي انعكاسات على الليبيين، ضحايا الليبيين. من هذه اللي حدثت محاولة الاغتيال لكوكوني وداي أو محاولة استبداله بشخصية أخرى، أن قوات وداي خذت 60 ليبي ضابط وجنود وكرهائن وشرتهم الجبال تبستي بعيد. هذه حادثة بسيطة، وصار قتال بين قوات وداي والقوات الليبية، والقوات وداي والليبية مختلطات ببعضهم. يعني كان قرارات ارتجالية ما فيهاش تخطيط. أنت تبي تحول وداي وبتحط في مكانه واحد آخر، ما فيش مشكلة يا سيدي، لكن رتب لها بس بحيث يكونوا جنودك في الميدان في أمن وأمان وسلام. فكانت أخطاء خطيرة جدا. سأتوقف هنا، لن أتحدث عن القتال والضحايا، ربما في حلقات أخرى، لكني أتحدث عن قضية شريط أوزو. هذا ما هي قصة هذا الشريط أصلا؟ يعني لماذا ليبيا تقول الشريط هذا لينا مش لتشاد؟ على ماذا اعتمدت ليبيا؟ اعتمدت ليبيا على أن ليبيا وتشاد أصلا كانت تحت الدولة العثمانية مع بعضها زمان، ما كانش في حدود بيناتهم أصلا. هذا الكلام اللي اعتمدت عليه ليبيا. وبعدين نفس السكان ونفس الاستمرارية في الديانة، في الأعراق، القبائل، الاختلاط القبلي بين شمال تشاد وبين ليبيا. هذه هي الأمور التي قدمتها ليبيا بعدين 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 للمحكمة، أو تدعي أن الشريط أوزو لها بسبب هذه الأشياء. أيضا في أيام الدعوة السنوسية، الحركة السنوسية كانت تشاد مع بعضهم تتبع ليبيا أيام الحركة الخلافة العثمانية، ثم بعد ذلك الحركة السلوسية، ثم اللغات والديانات والأعراق والتجارة والمصاهرة. ليبيا تعتبر أن هذا الشريط وهذه المدينة هي جزء من ليبيا. الحدود، تقول أن الحدود بين البلدين جديدة صنعتها فرنسا وإيطاليا، ما كانش في حدود لما كانت الحركة السنوسية، لما كانت الدولة العثمانية، ولما ما كانش في حدود، والقبائل ماشية جاية ما تعرفش، ما تقدرش تفرق بينهم. معاهدة، هناك أيضا معاهدة بين إيطاليا وفرنسا في عهد موسوليني، إيطاليا وفرنسا سميت بمعاهدة موسوليني لافال. موسوليني طبعا كان رئيس إيطاليا، ولافال كان رئيس وزراء فرنسا، سميت المعاهدة معاهدة موسوليني لافال، ماشي الحال. هذه صادق عليها البرلمان الفرنسي، ولم يصادق على هذه المعاهدة البرلمان الإيطالي. وهذه المعاهدة تقول أن شريط أوزو وأوزو لليبيا. تلك المعاهدة بين موسوليني ولافال الفرنساوي تقول أن شريط أوزو هو جزء من ليبيا، لكن صادق عليها المجلس الوطني، ليس البرلمان، المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت على المعاهدة، لم تصادق عليها البرلمان الإيطالي. وحتى تصبح المعاهدة نافذة وتدخل في حيز التنفيذ لابد أن يصدق عليها الاثنين هذوم. لم يصدق إذن البرلمان الإيطالي، لا أدري لماذا حقيقة، لكنه لم يصادق على تلك إنما إحدى الأمور التي اعتمدت عليها ليبيا في أن شريط أوزو له هي هذه المعاهدة، معاهدة لافال،
معاهدة موسوليني لافال. أيضا في بعض الخرائط القديمة جدا بتاع الأربعينات، الخرائط القديمة ظهر شريط أوزو أنه جزء من ليبيا، ظهر شريط أوزو أنه هو جزء من ليبيا، تعود هذه الخرائط القديمة إلى الأربعينات. أيضا اعتمدت ليبيا على هذا الأمر، على الخرائط القديمة، واعتمدت على معاهدة اللي تمت بين معمر وتمبوباي، معاهدة ركيكة ضعيفة مشبوهة رشوة لتمبوباي، لكنها أيضا اعتمدت عليها هذه اللي حدثت في 1972 وتحدثنا عنها في الحلقة السابقة. أقر فيها تمبوباي أن الحدود بين ليبيا وتشاد، تمبوباي نفسها أقر تعتبر منطقة تضامن وتعاون، فيها ما فيهاش تأكيد أن هذه ليبيا، لكن أيضا ما فيهاش تأكيد أن تلك المنطقة تعود لتشاد. على ماذا اعتمدت تشاد؟ اعتمدت على قضايا تختلف عن القضايا التي اعتمدت عليها ليبيا في ادعائها بأحقية شريط أوزو، اعتمدت على أمور أخرى، معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين ليبيا وفرنسا في 1955 في عهد رئيس الوزراء مصطفى بن حليم، 1955 كانت هناك معاهدة اسمها معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين ليبيا وفرنسا، أقرت تلك المعاهدة للأسف الشديد، أقرت تلك المعاهدة تعديلا نهائيا، هكذا جاءت في وثائق الأمم المتحدة، تعديلا نهائيا في حدود ليبيا لمصلحة من؟ لمصلحة الأقطار الواقعة تحت حكم فرنسا في أفريقيا. كانت هذه المعاهدة في صف تشاد. تقول تشاد إن معاهدة 1953، أيضا تشاد إن المعاهدة موسوليني لافال في 1935، آسف، في 1935 معاهدة موسوليني لافال لم يتم التصديق عليها من قبل طرف المعاهدة، ولذلك لا يعتد بها. ما هي دوافع الحرب؟ ما هي دوافع الآن؟ عرفنا لماذا كل دولة تدعي أن هذه المنطقة لها، الآن إذن شنهن أسباب الحرب؟ خاصة وأن كما ذكرنا الشعب التشادي شعب مسلم، شعب جار، شعب حاربنا معا الفرنسا، يعني الشعب الليبي والشعب التشادي حاربوا مع الفرنسا، عمر مختار لم يحارب إيطاليا في الأول، حارب أيضا جاهد ضد فرنسا مع تشاديين، وماتوا ليبيين في تشاد وماتوا تشاديين في ليبيا دفاعا عن الإسلام والإسلاميين ودفاعا عن ليبيا. جاهد الشعب التشادي أيضا مع شيخ الشهداء كما ذكرنا عمر بن الخطاب، فتحت تشاد فتحت أراضيها للليبيين عندما تضاعف جنون الاستعمار الإيطالي وبدأ يذبح ويفشخ في الكفرة، ويعني مذابح رهيبة جدا بشعة تشمئز منها البشر لدرجة أن إيطاليا تخفي فيها المذابح، ما تبيش توريها للأجيال الجديدة في مناهجها، خجلا منها يعني. اضطر الليبيون للهجرة، هاجروا لتشاد، استقبلوهم التشاديين وفتحوا أراضيهم وخلوهم يتاجروا ويتزاوجوا معهم وتصاهر سربلت مصاهرة، وسكنوهم واستقبلوهم وعاشوا إلى يومنا هذا. على فكرة حتى يومنا هذا في ليبيين ما زالوا عايشين شد منذ تلك الهجرة، يعني حتى جزء غير المسلم، حتى لا ننسى يعني، هو حقيقة استقبال تشاديين ليبيين كيف استقبال مهاجرين للأنصار، كاستقبال الأنصار للمهاجرين، فتحوا أراضيهم وبلدانهم وتجارتهم، خاصة كانت العلاقات الدعوة السويسية قربت بين البلدين. شوف الفرق بين الحروب والدبابة والقتال والدم وبين الدعوة البسيطة جدا كسبوا بها الشعب التشادي بأكمله، وأي شعب آخر حتى الشعب الليبي نكسب بالكلمة الطيبة وبالعلاقات الجيدة يكسبونه، لكن بالطائرات والتدمير والتفشيخ كما تدير لنا توا مصر والإمارات، وني كيف تكسب قلبي وتكسبنا نحن وانت تقتل في أبنائنا. إذن حتى جزء غير المسلمين يكون صراحة، حتى جزء غير المسلمين المسيحيين تأثروا بهذه الحرب، وكانوا حتى هم في استقبال الليبيين المهاجرين وانضروا كما انضر المسلمين التشاديين والمسلمين الليبيين من جراء هذه الحرب. إذن ما هي الدوافع التي أعلنها النظام الليبي لحربه في تشاد؟ أول حاجة ضم أو استعادة أوزو كما ذكرنا، وكأنها جزء من ليبيا، يعني جزء من ليبيا مأخوذ نبوا نردوه، هذا أحد الأسباب المعلنة. الأسباب الاقتصادية، باطن أوزو مليان باليورانيوم، واليورانيوم طبعا المعدن الثمين جدا الذي يستخدم في الطاقة النووية ويستخدم في إذا السلمية لتوليد الكهرباء على سبيل المثال، أو في المجالات العسكرية تريد القنابل الذرية وما إليه. إذن باطن أوزو يفترض أن مخزون هائل لليورانيوم،
ماشي. الأسباب الأخرى التي على النظام الليبي أسباب أمنية، يقول لك هذا والله نبي نأمن حدود الجنوبية من أن تغزوني تشاد، ولا عاد وين بيجيك تشاد ولا بتخرب لك، أو يدخل لي منها عدو مثل الحال. كان في رأسه دائما الحركة السنوسية، الحركة السنوسية لها امتدادات في أفريقيا كلها، ونجحت في أن تمتد وأن تجد لها موقع قدم في جميع الأماكن. إذن خوف من امتداد هذه الحركة، وخاصة في ذاكرته ما زال محاولة الانقلاب الأولى 1970 التي سميت محاولة فزان، والتي اتهم فيها الحركة السنوسية. لذلك أعلن أحد الأسباب المعلنة الأسباب الأمنية، أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، نواصل بإذن الله حديثنا عن هذه القضية التي ضاح ضحيتها آلاف الليبيين في حلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.